He explained that it was so extremely cold when he was sleeping, his chin was frozen to the pillow. And when he was out and came in, his beard had turned totally into a piece of ice. فوجئ ابن فضلان بنهر جيحون وأنه قد جمد من أوله إلى آخره. ويعني سمك هذا الجليد إذا جاز التعبير أو هذا الثلج كان 17 شبرا. لدرجة أنه البغال والجمال والعربات كانت تسير على هذا ولا يتشقق ولا يعني يتخلخل.